السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميعة بقيمة 2300 او 2400 واصلة لعندك باب بيتك. فما بيطول عليكم اكثر من كذا واخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، اول شيء عندنا هنا عندنا معالج رايزن 3 2200 جي. طبعا المعالج هذا يتقارن تقريبا مع اللي هو الاي 3 8100 من انتل. طبعا جدا ممتاز في اربع انوية، لا بأس في كمعالج كبداية لا بأس فيه. طبعا ينفع للناس اللي زي ما قلنا قبل، للناس اللي توها داخل عالم البي سي وده تستكشف عالم البي سي، يعني ما تبي تدخل بتجميع 3000 4000 الى 5000 مثلا، الاشياء هذه يدخل قيمه مثل قيمه الكونسول او اغلى بشوي، قيمتها 2000 وعليها كذا. طبعا لكن هذه واصله عندك الى باب البيت، انت فقط عليك انك تركبه وانت وديها ما حد يركبه لك، وتركب الويندوز. طبعا تركب الويندوز سواء كان ركب بلاش او تركب الاصلي وهو اللي ينصح فيه، قيمه تحصل في المواقع على 70 او 75 على حسب حظك. فنروح اللي بعده. عندنا هنا جماعة الخير كرت الجي تي 1030 من شركة EVGA. طبعا الكرت يجي اثنين الفيرام حقه الاثنين جيجا، الجي دي دي ار 5. طبعا الكرت هذا ما اقولكم والله احسن كرت عند من مثلا من الجي فورس او مثلا احسن كرت شاشة تحصله، ولا اقولكم اسوأ كرت تحصله، لكن يعتبر من الفئة زي ما تقولون محدودة الدخل زي ما يقولون. طبعا الكرت هذا يشغل لك لو تشوفون عنهم في اليوتيوب يشغل لك معظم الالعاب على 30 40 50 فريم، العاب يعني المتوسطه الى قويه شوي، الالعاب مثلا البسيطه مثلا ليج اوف ليجندز وهذه ما يحتاج على طول تاخذه، ما يحتاج ابدا، يعني لو تاخذ يا رجل بدون 1030 يعني ما امزح يعني راح يشتغل معك. طبعا نروح للشيء اللي بعده. عندنا رامات من جي سكيل 8 جيجا بسرعه 2800 ميجا هرتز دي دي ار 4. طبعا طبعا عندنا هنا اهم شيء عندنا في الرامات تكون سريعه مع معالجات الرايزن عشان يعني تتفاعل معها. طبعا الرام تقدر ترفع 16 بعدين، لكن احنا مبدئيا راح ناخذ 8 لان قلنا زي ما نقول فئه محدوده الدخل او فئه الحديده. اللي عندنا بعد جماعة الخير اللي هي المذر بورد من شركة ازروك اللي هي الـ A320MD HDV. طبعا المذر بورد هذا تركب على معالجات الرايزن، تعتبر من الفئة الرخيصة جدا، وتنفع مثلا كبداية، طبعا حجمها مايكرو صغير فتنفع كبداية لك في عالم البي سي انك تجرب عليها. طبعا التجميع هذا غير قابل للتطوير بشكل عام، لكن اللي بيجرب يكمل معك التجميع هذه سنة سنتين، تمشي حال زي ما يقولون. إذا عجبك على البي سي تشتري بي سي أحسن، وإذا ما عجبك مثلا تبيعها وأنت ما أنت خسران شيء بإذن الله. طيب نجي اللي بعده جماعة الخير اللي هو الـ EVGA الباور سبلاي 450 واط. الـ EVGA من أفضل شركات صناعة الواط، صناعة الواط صناعة صناعة الباور سبلايز. طبعا مشاكل باور سبلاي مثلا انا كان عندي انواع مثلا الكوغر وعلى الايرو كولينج زي كذا اسميها، جتها مشاكل بعد فتره في المروحه والاجهه مشاكل الحراره والسنسر، لكن عندك EVGA باذن الله انها جدا ممتازه. طبعا هذه اللي هي اللي هي برونز اديشن ارخص حاجه، يعني ما هي فرق فقط في الاسلاك والشيء زي كذا وتوفير الكهرباء، لكن 450 كافي ان شاء الله التجميع هذه. نجي اللي بعد عندنا هنا اللي هو الهارد ديسك 1 تيرا، ولا انصح انك تاخذ من نيو ايج الهارد ديسك لانه حاليا تحصل عندنا محليا الدبليو دي اللي هو افضل من الشركه هذه بقيمه قريبه من هذه، ممكن 180 170، فاحسن لك تاخذه محلي اذا ما قدرت بعد شكرا لله. طيب نجي اللي بعده جماعة الخير. اللي بعده عندنا هنا الكيس تحط فيها التجميعة هذه، الكيس اللي هو ميد تاور. طبعا الكيس جدا 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 كلاسيك كيس، لكن راح يطبع على المذر بورد ان شاء الله بدون اي مشاكل لانها مايكرو. طبعا هذا اللي هو الميد تاور قيمته 150 مع الشحن، يعني وصل عندك 150 مع الشحن، جدا ممتاز صراحة.
هذا اللي اشوفه مثلا ما في اي شيء على اشهر صراحه. كيس عادي جدا مصنوع من ستيل وبلاستيك يقول لك، ويقبل على الاي تي اكس ميد تاور، يقول يقبل حتى ذي المذر بورد الاي تي اكس اللي عندنا، هي مايكرو اصلا من الاي تي اكس ميد تاور طبعا. حلو، حلوين حلوين حلوين. طبعا نجي اللي بعد عندنا هنا، المونيتور او الشاشه عندنا من شركه ايسر الكيتو. طبعا ما قلت ابي اخذ ارخص مونيتور موجوده، قلت اقلها ابغاها تكون 1080 اللي هي فول اتش دي، وتكون 1 ملي سكند بالتاخير و 60 ميجا هرتز، فمواصفاتها تقريبا حليوه مش بطاله ابدا، وقيمتها حلوه تعتبر. وتحصل ترى في الان عروض اخر السنه، تحصل في جرير ترى قريبه من الاسعار هذه، اذا انت ما تبي تاخذ مثلا من نيو ايج ويكون ما عليها ضمان، تاخذها من جرير وعليها ضمان او اكسترا او ساكو اي محلات، هذه نفس القيمه هذه تقريبا. الخيار رجع لك اخي العزيز. اخر شيء عندنا هنا يا جماعه الخير اللي هو لا اله الا الله، من كولر ماستر اللي هو عندنا الماوس والكيبورد جميع. فيها طبعا ايش الميزه بالماوس والكيبورد، فيها انوار ار جي بي يعني ملونه، حتى شكلها حق جيمنج، فشيء ممتاز. هنا يقول سرعه الدي بي اي حق نفس الماوس 2400، يعتبر مش سيء مره. طبعا في 7 الوان ال اي دي، تقدر تاخذ واحد في ار جي بي غير هذا، لكن هذا سعره ممتاز صراحه. هو يقول حق شكله ارتو لورو بروفايل حق فئه متوسطه او شيء زي كذا محدود الدخل، فيها 7 الوان ال اي دي زي ما نقول، لكن ايش 7 الوان تقريبا؟ راح تكون ازرق واحمر وبنفسجي وابيض، مكتوبه هنا اعتقد. هذه هي شباب اللي البربل والسماوي او والاصفر ازرق اخضر احمر ابيض، الوان يعني الاعتياديه زي ما يقولون. فجماعة الخير هذه التجميعة كاملة عندنا، أتمنى أن حصلت على رضاكم. طبعا التجميعة هذه واصلة عندك إلى باب بيتك يا جماعة الخير، مع الشحن مع الضريبة مع كل حاجة مع الجمرك مع 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 كل شيء 2290. حلوين. طبعا نقول مثلا أنت بتركب مثلا ويندوز أصلي، تزود الويندوز الأصلي إذا تحمله من المواقع ب70 ريال، إذا من المحل تقريبا يطلع عندك 100 ريال هذا الأصلي، أمكرك راح يطلع لك ببلاش أو 30 ريال، فتقريبا نقول 2380 هذه قيمة التجميعة كاملة. 2300 على تجميعة تنفع لأصحاب الدخل المحدود، أو الناس اللي توها داخل على البي سي وتبي تشوف على البي سي هل هو ينفع أو إيش نافع أو 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 مع الأشياء هذه. فجماعة الخير هذا اللي عندنا اليوم في مقطعنا، أتمنى أن التجميع حازت على رضاكم. وإذا عندك أي استفسار أو عندك أي مثلا أي حاجة أفضل من التجميع هذه، يا ريت تحطها تحت. وإذا عندك أي انتقاد برضه ما عندك مشكلة، حطه في الكومنت وإن شاء الله نرد عليه. وإذا عندك أي حاجة أبدا احنا موجودين. فما بيطول عليكم أكثر من كذا يا جماعة الخير، شكرا لكم على المتابعة، كان معكم باسل من قناة سوكا، السلام عليكم.